البنات الحلاقات المبتدئات اسمعوني كامل واش راني راح نقول. اهم شيء في بدايه العمل هو واش راح نقول لكم انا. زبونه لما تطلب لكم لون اسمعوها وشوفوا لي فوتو اللي تقول لكم عليهم، ولكن انت المهمه تاعك هي تشخيص الشعر، تشخصي شعرها، تشوفي واش من برودوي لازم ديري لها، تشوفي شعرتها ولا تحمل ولا لا لا، تشوفي اللون تاعها اسكو يطلع ولا لا لا بطريقه ماش تيست كما كنت قلت لكم من قبل في الفيديوهات السابقه. دونك تشخيص الشعر هو العراف واش راح يخرج لك لون. ما تقعديش كي لطرش في الزفه، انا اكيد تخدمي وما على بالكش واش رايح يخرج. مع الاول تكوني على بالك بكلش، اسكو يخرج، اسكو يتقطع، اسكو يولي كيلاستيك. دونك تشخيص الشعر مهم جدا جدا، انا مدبية يعني تنتبهوا ليه بزاف وتدربوا عليه بزاف، وهذه هي ارضاء الزبونة هو سعادتنا.